انا صيدلي، والحقيقه انا عندي مشكله كبيره جدا اني مش عارف انا هشتغل فين بعد ما اتخرج، او انا اصلا متخرج بس عمال الف على المجالات كلها اللي موجوده قدامي وبرضه مش لاقي نفسي، ومش عارف انا المفروض هكمل في انهي مجال، اشتغل في المجال ده ولا المجال ده ولا المجال ده، ولا المفروض اعمل ايه بالظبط؟ تقريبا احنا كصيادله كلنا بنبقى تايهين في المجالات بتاعت العمل في كليه الصيدله. يعني احنا بعد ما بنتخرج ما بنبقاش عارفين احنا المفروض هنشتغل فين، هل بقى ننزل كلنا نقف في الصيدليات، ولا بنلاقي نماذج لناس كتير قوي ناجحه على الجروبات بتاعت الصيادله ونبتدي نقول هي الناس دي بتشتغل في المجال ده ووصلت له ازاي. يمكن دي اكتر حاجه بتخلينا كلنا كصيادله تايهين، هو انا المفروض امشي في انهي مجال، امشي في المجال ده ولا المجال ده؟ وده اللي هنعرفه مع بعض مع سلسله مجالات العمل للصيدلي، واللي هتبقى مقدمه حصريا من خلال ار اكس كلينيكو لكل الصيادله ان شاء الله. طبعا اي صيدلي عارف المعلومه دي، ان مجالات العمل لخريجي صيدله كتير جدا، وتلاقي طول النهار على كل الجروبات كله بيكتب مجالات العمل بتاعه كليه صيدله عباره عن ايه، وممكن تروح فين، وممكن تعمل ايه، وهكذا وهكذا. بس طبعا للاسف المجالات اللي احنا نعرفها وبندخلها بتكون قليله جدا في مقابل الكلام اللي احنا بنشوفه. طبعا ده لكذا سبب الحقيقه، ويمكن اهم سبب فيهم هو اننا احنا اصلا كصيادله ما عندناش المعلومات الكافيه عن مجالات العمل دي، واللي هي المفروض كل مجال عباره عن ايه، طبيعه الشغل فيه ايه بالظبط. ما يمكن يطلع مجال انا بحبه اصلا وانا معرفش عنه اي حاجه يعني، ودي بتصادف ناس كتير، اللي هم مثلا يكونوا ما كانوش يعرفوا المجال ده كان بيتكلم عن ايه، واول ما عرف المجال ده عباره عن ايه يبتدي يحس ان شغفه في المجال ده، ايوه انا هلاقي نفسي هنا، فيبتدي يتوجه للمجال ده ويبدع ويبقى شخص مميز جدا جوه المجال. بس للاسف احنا ما عندناش الفرصه دي، لان احنا اصلا ما نعرفش المجالات دي عباره عن ايه، او حتى بوابه الدخول للمجال ده بتيجي منين، وده اللي احنا ان شاء الله هنعمله مع بعض في الفيديوهات دي. يمكن اهم حاجه خلتني افكر ان ممكن اعمل فيديوهات زي دي لاني مش لاقيه المحتوى ده متوفر بشكل كبير على اليوتيوب او في اي مكان بالنسبه للصيادله، وكمان بحيث ان احنا نعرف نوجه صح، انت تفهم المجال من الناس اللي كانت جوه المجال. طبعا ده بياخد وقت كبير في تحضير فيديوهات زي دي مني ومن الصيادله المشاركين الحقيقه، ولكن عشان ما نبقاش كلنا مزنوقين في كام مجال اللي هم الأكثر شهرة، وعلشان كل واحد فينا يلاقي نفسه ويلاقي شغفه، فما فيش مشكلة خالص، والتعب ده كله هيروح بمجرد ما حس انك انت كصيدلي حبيت الحاجة اللي انت بتعملها ولقيت نفسك في المجالات اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله. هكون معاكم ان شاء الله انا دكتوره ندى شعبان، كلينيكال فارمازيست و سي او اند فاوندر اوف ار اكس كلينيكو، من خلال سلسله مجالات العمل للصيدلي، واللي هتكون عباره عن مجموعه من الفيديوهات، واللي هقوم فيها في الغالب بدور المحاور مع مجموعه مميزه جدا من اشطر الصيادله في المجالات المختلفه لصيدله، بحيث يبقى معاكم قاعده قويه جدا واساس قوي تقدروا من خلاله تحكموا انتوا هتتوجهوا فين وازاي. الفيديوهات هتبقى عباره عن مناقشه ومجموعه اسئله ما بيني وما بين الصيادله الضيوف، واللي بشكرهم جدا الحقيقه انهم شرفوني وتطوعوا بوقتهم علشان نقدر نفيدكم مع بعض ان شاء الله باقصى استفاده، وتقدر تعرف دورك المهم جدا كصيدلي في المجالات المختلفه. خلي بالكم ان دايما مع كل فيديو حاول تشوف الديسكريبشن علشان هنضيف فيه اهم المواقع او الجروبات اللي ممكن تفيدك في المجال اللي هنتكلم عليه في الفيديو. واخيرا قبل ما انهي كلامي، لو انت صيدلي ولسه مش معانا في جروب ار اكس كلينيكو صيدلي المستقبل، اكيد يسعدني انضمامك، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، وطبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه علشان يوصلك اي فيديو جديد هينزل ان شاء الله. اتمنى ان سلسله الحلقات دي والمجهود اللي هيبقى مبذول فيها يقدم لكم اقصى استفاده ممكنه، وتعرف من خلاله تكون عضو فعال فعلا في المجتمع ومع المريض، وتحس بقيمتك كصيدلي. ونتقابل مع اولى مجالاتنا الفيديو الجاي ان شاء الله. يا ترى بقى هيكون عن ايه؟ تابعوا معايا.